يعني احنا ممكن نبهدلهم يا فهيم. بس انت امر كده وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. دول غلابة وعنطازة كدابة. بس ده حقنا يا حاج، المؤخر والنفقة، وانا عارف بقى انك ما بتحبش تسيب حقك. انا عن نفسي ما سيبش حقي، لكن ده حق بنتي وهي حرة فيه، عشان كده لازم اسألها واشوفها هي عايزة ايه. والله انا خايف يا حاج لا تقولك بحبه وعايز ارجع له. حطيت ايدك على الجرح يا فهيم، ده اللي انا خايف منه، مش عارف ساعتها اتصرف ازاي. عارف يا حاج، لو كان جوز بنتك ده ابن حلال وشاريها، انا كنت قلت لك اربط اللي اتحل، لكن والعياذ بالله الطمع عماه، تعمل ايه بقى في واحد زي ده؟ ماما، هما مش كانوا بيحبوا بعض؟ ايه اللي حصل؟ نصيبنا بقى. نصيب ايه بس؟ انا من الاول مش مرتاحه لنبيل ولا لاخته. فاكره لما كنا بنقابلهم في الاسانسير ويقعد يبص لنا من فوق لتحت؟ مساء الخير. مساء الخير يا بابا. يسعد مساك. ايه مالكوا قاعدين كده ليه؟ ابدا قاعدين. يعني هو ايه اللي حصل يا فاطمه؟ دي غمه وتزاحت، وبكره ان شاء الله ربنا يرزقها باللي احسن منه. هي ثانيه دي شويه، هي فين؟ جوه في اوضتها. طب وليه سايبينها تقعد لوحدها؟ ليه ما قعدتيش معاها يا نفيسه؟ ما انا دخلت لها انا ونظيرة يا بابا، ما رضيتش وقالت لنا عايزه اقعد لوحدي. معاك في الضلمة كده؟ قاعدة لوحدك ليه؟ زعلانة؟ تبقى عبيطة، ده انت عرفتيه على طبيعته، الصنف ده من الرجالة ما يزعلش عليه، لأنه كان عايش معاكي على غش، الدليل إنه باعك في الآخر.